وصلنا إلى المادة الثالثة والعشرين، المعنون لها بالمحرمات بسبب المصاهرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهى وهي مشتهات، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد. ذكرنا في درس سابق نحن أن الأحكام المترتبة على النكاح الصحيح ليس كلها مترتب على النكاح الفاسد، فمن الأحكام المشتركة بين النكاح الصحيح والنكاح الفاسد ثبوت حرمة المصاهرة إن حصل في أثناء النكاح الفاسد وطء أو مس بشهوة. وقلنا إن كنتم تذكرون في الدرس السابق أظن أن الحرمة ليست بالنكاح وإنما هي بالوطء أو بالمس بشبهة. فلذلك ماذا قال هنا؟ يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها حصل وطء وهو مشتهى وهي مشتهات، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد. فإن دخل بها وهو غير مشتهى أو هي غير مشتهات أو مات قبل الدخول، عقد عليها ومات، أو طلقها ولم يدخل بها، فلا تحرم عليه بنتها، فلا تحرم عليه بنتها. قلنا في درس سابق كذلك العقد على الأمهات يحرم البنات، يحرم البنات، إذا أنت عقدت على الأم حرم عليك بنتها. أما إذا عقدت على البنت، عفوا، العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، إذا أنت عقدت على البنت حرم عليك أمها، إذا أنت عقدت على البنت حرم عليك أمها، ذكرنا هذا في الدرس السابق. أما إذا عقدت على الأم عقدا فقط ولم تمسها بشهوتين ثم طلقتها حل لك أن تتزوج بنتها. قال: وتحرم عليه أم زوجته بمجرد العقد الصحيح. إذا انظر دقة الكلام، بمجرد العقد الصحيح، أما بالعقد الفاسد لا تحرم عليه. وإن لم يدخل بها وزوجة فرعه كذلك تحرم عليه زوجة فرعه، يعني زوجة ابنه بمجرد العقد، بمجرد العقد تحرم عليك، يعني أنت بمجرد ابنك بمجرد ما عقد على بنت حرمت عليك هذه البنت بمجرد العقد، وكذلك ابن ابنك بمجرد ما عقد على بنت حرمت عليك. إذن وحرم عليه زوجة فرعه وإن سفل، وأصله وإن على، يعني وكذلك حرم عليه زوجة أبيه، زوجة أبيه وجده وإن على، حرم عليه زوجة أبيه وجده وإن على، ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح، ولو يعني بمجرد العقد حرم، أنت بمجرد ما عقدت على امرأة حرمت هذه البنت على أصولك، على أصولك وعلى فروعك بمجرد العقد، بمجرد العقد حرمت هي على أصولك وفروعك. أما عقدك على البنت حرم عليك فقط، إذا عقدت أنت على بنت حرم بالعقد كذلك عليك أصولها فقط وليس فرعها،
فرعها لا يحرم عليك إلا إن وطئتها أو لمستها بشهوة. هذا نعود فنقول عقدت أنت على بنتين حرم عليك أصولها أمها يعني، ولم يحرم عليك بنتها إلا إن دخلت بها، إن دخلت بالعقود عليها. أما هي هذه البنت تحرم على أصلك وفرعك بمجرد ما عقدت عليها. صار الكلام إن شاء الله واضحا. قال ولو لم يدخل بها في النكاح الصحيح. الله. قال ويحرم بالشرع الآن الشيخ البياني رحمه الله في شرح هذه المادة، قال ويحرم بالمصاهرة أنواع أربعة أيضا. بالمصاهرة أربعة أنواع. الأول فرع زوجة المدخول بها، فرع أنت تزوجت امرأة دخلت بها حرم فروعها، وأصول زوجته. انظر الأول المسألة الفرع الأول ماذا قال؟ فرع زوجته المدخول بها. ثانيا أصول زوجته، يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، بمجرد ما عقد على البنت حرم عليه أصولها. زوجة فروعه وإن سفل، زوجة فروعه كما ذكرنا لا يشترط الدخول، سواء دخل الابن العاقد سواء دخل بالبنت بزوجته أو لم يدخل حرمت هذه البنت على أصوله بمجرد العقد. قال زوجة فروعه وأصوله، وزوجة أصوله وإن علوا، كذلك أبوك عقد على امرأة حرمت عليك، حرمت عليك. جدك كذلك عقد على امرأة حرمت عليك بمجرد العقد. قال فبالأول الذي هو زوجة فرع زوجة المدخول بها يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها، لقوله تعالى في الآية السالفة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لثبوت قيد الدخول فيهما، لثبوت قيد الدخول فيهما عفوا فيها، لثبوت قيد الدخول فيها يعني الزوجة. قال إن دخلتم اللاتي دخلتم بهن سواء كانت هذه البنت في حجره، يعني في حضانته في بيته، أو في حجر غيره في حجر أبيها مثلا أو حجر عمها أو حجر جدتها، لأن ذكر الحجور في الآية خرج مخرج العادة للشرط، إذ العادة أن المرأة إذا تزوجت وكان لها بنت تأخذها معها إلى منزل زوجها وحينئذ تكون في حجره، ويجوز أن يكون ذكر الحجر للتشنيع عليهم بذكر قبيح فعلهم لا لتعلق الحكم به. يعني كأن الباري يقول لهم كيف يعني يقبح عليك قبحا شديدا أن تنكح بنتا نشأت وترعرعت وتربت بين يديك في حجرك، هي كابنتك هذه، فكيف تخاطب نفسك بالزواج منها؟ لا لتعلق الحكم به، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني لو أكلنا الربا أضعاف ولكن غير مضاعف يجوز؟ قال لا، ولكن هذا مذكور يعني في معرض التقبيح والزجر والتشنيع، وقوله جل وعلا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. ويدل لك على هذا، ويدل لك على هذا يعني يدل لك على أن الحجرة المذكورة في الآية إنما هو مذكور على سبيل العادة لا على سبيل الشرط، يعني لا يشترط أن تكون البنت بنت زوجتك في حجرك حتى تحرم عليك، بل سواء كانت في حجرك أو في حجر غيرك.
يدل على أن الحجر المذكور في الآية إنما هو مذكور على سبيل العادة لا على سبيل الشرط، أنه اكتفى في الإحلال بنفي الدخول في قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولو كان الحجر شرطا، يعني لو كان وجود البنت في وجود حجر زوج أمها شرطا في تحريمها عليه، ولو كان الحجر شرطا لما اكتفى الله عز وجل بنفي الدخول، بل كان يقول: فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسنا في حجوركم فلا جناح عليكم. فلما اكتفى بنفي الدخول تبين لنا أن الشرط شرط إباحة نكاح البنت عدم الدخول بأمها فقط، فشرط الحرمة عدم الدخول بالأم وليس عدم الدخول وعدم كونها في الحجار، واضح؟ وبعضهم يقول: لا تحرم بنت الزوجة إلا إذا دخل الزوج بأمها وكانت في حجره، مستدلا بظاهر الآية. وقد عرفت الجواب عنه، عرفت الجواب عنه، يعني لأن هنا ذكر الحجر إنما ذكر على سبيل العادة وليس على سبيل الشرط، ولو كان على سبيل الشرط لكان ينبغي أن ينفى كما نفى عدم الدخول بها في شرط الإحلال، في شرط الإحلال. يعني القرآن قال: يجوز لك أن تنكح بنت زوجتك إن لم تكن دخلت بأمها. اللائي معلش نرجع حتى نكتب الآية، قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يشترط عدم كونها في حجرك، واضح. قال: ويشترط في التحريم بالدخول أن يكون هو مشتها، أن يكون الزوج مشتها وهي مشتهات أيضا، بأن كانا بالغين أو مراهقين، فإن كان كل منهما غير مشتها وقته، يعني وقت الوطء، وقت الوطء، أو كان هو مشتها وهي غير مشتهات بأن كانت صغيرة، أو على العكس كانت هي مشتها وكان هو غير مشتها وحصلت الفرقة بينهما فلا يثبت التحريم، يعني هذا الوطأ لا اعتبار له، يعني صغير تزوج امرأة كبيرة هو غير مشتهى وهي مشتهى، وتصور على فرض أنه وطئها أو لمسها قبل وعانق وغير ذلك، وثم طلقها بعد ذلك وليه، ثم كبر هذا وتزوجت هذه وجاءت ببنت، يجوز له أن يتزوجها، يجوز له أن يتزوجها، لأن عقد الأمهات لا يحرم البنات، وهذا الوط وهذا اللمس لا اعتبار له، فلا يثبت التحريم ولو بعد الدخول. فإذا تزوج صغيرة لا تشتهى فدخل بها وطلقها وانقضت عدتها فتزوجت بغيره وأتت منه ببنت، جاز للأول التزوج ببنتها لعدم الاشتهاء، يعني وقت الجماع الأول. ومثلهما إذا تزوج صغير امرأة مشتهاة ودخل بها وافترقا قبل اشتهائه وكان لها بنت، جاز له التزوج بها. الآن كلام مستأنف جديد الآن. قال: وبنت خمس لا تكون مشتهاة. بنت خمس عمرها خمس سنوات، أراد الآن أن يبين لك متى تكون البنت مشتهاة وغير مشتهاة. قال: وبنت خمس سنوات غير لا تكون مشتهاة اتفاقا، وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا، تسع سنوات فما فوق هي مشتهاة، وفيما بين الخمس
صحح العبارة عندكم، إلى اللي عنده نسخة نفس الذي يملك نسخة نفس نسختي صحح. وفيما وليس وفيها، وفيما بين الخمس والتسع، ست سنوات، سبع سنوات، ثمان سنوات، اختلاف الرواية والمشايخ. والأصح أنها لا تثبت الحرمة، يعني خمسة، ستة، سبعة، ثمانية لا تثبت الحرمة لو وطئ أو وطئت، لو وطئت يعني في هذا السن. والذي حققه الآن، ذكر الآن حد المشتهات وغير المشتهى عفوا في الصغيرة، خمس سنوات متفق عليه، تسع سنوات متفق عليه، مختلف فيه ستة وسبعة وثمانية. قال والصواب أنها تكون غير مشتهات. والذي حقق الآن شرع في بيان الغلام متى يكون مشتهى ومتى يكون غير مشتهى. قال والذي حققه ابن عابدين رحمه الله تعالى في الغلام أنه يكون مراهقا، وقلنا نكاح المراهق وطئه معتبر، أنه يكون مراهقا إذا بلغ سنه 12 سنة. ومثل هذا ما إذا وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول، بأن ماتت المرأة أو طلقها قبله قبل الدخول، فلا تحرم عليه بنتها لاشتراط الدخول في الآية ولم يوجد. وبالثاني، إيش الثاني؟ يعني أصول زوجته، أصول الزوجة، من يحرم، ماذا يحرم. وبالثاني يحرم على الرجل أن يتزوج أم زوجته سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وجدتها من أي جهة كانت، سواء دخل، يعني سواء كانت هذه الجدة لأمها أو لأبيها، سواء دخل بزوجته أو لم يدخل، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، أطلق الباري تبارك وتعالى ولم يذكر ولم يقيد تحريم أم الزوجة بشرط، بمجرد ما كان بمجرد ما صار هذه المرأة زوجة لك حرم عليها فرعها، حرم عليك فرعها، انتبه، حرم عليك فرعها وليس أصلها، حرم عليك فرعها بمجرد ما صارت زوجتك بالدخول والمس بشهوة حرم أصلها. قال ولم يشترط الباري تبارك وتعالى الدخول كما اشترطه في البنت. ولفظ الأمهات يشمل الجدات كما عرف ذلك مما تقدم. وبالثالث وبالرابع، وبالثالث والرابع، وهو قوله زوجة فروعه وزوجة أصوله، تحرم زوجة أبيه وزوجة ابنه وإن بعد الأب والجد والابن، بأن كان أبا الأب أو أبا الأم أو أبا أم الأب وإن علا، أو كان ابن الابن وإن سفلا. أما حرمة زوجة الأصل، أما حرمة زوجة الأصل يعني زوجة أبيك، ما هو الدليل على أن زوجة أبيك محرمة عليك؟ فلقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولفظ الآباء يتناول الآباء والأجداد، واضح أحبابنا إن شاء الله، واضح الكلام. وأما حرمة زوجة الفرع، حرمة، ما هو الدليل على أن زوجة ابنك محرمة عليك؟ فلقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وذكر الأصلاب، لماذا قال من أصلابكم؟ قال وحلائل أبنائكم، لما لم يكتفي بقوله وحلائل أبنائكم، لما قال الذين من أصلابكم؟ قال لإسقاط، لإخراج اعتبار التبني، واضح، لا لإحلال حليلة الإبن من الرضاع. يعني لا نظن أن الباري تبارك وتعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ذكر قيد الأصلاب ليبين لنا أن ابني من الرضاعة يجوز لي أن أتزوج ابنته، لا زوجته، لا، وإنما ذكر قيد الأصلاب لإخراج، لإسقاط اعتبار التبني، يعني الإبن، أنت في إنسان ولد صغير تبنيته، قلت هذا ابني
وصرت جعلته في عداد أبنائك، تزوج فطلق زوجته، زوجته تحرم عليك؟ قال لا تحرم عليك، بدليل قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا ليس نص البنت. إذن وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع، فالابن من الرضاع يحرم الرضاع ويحرم بر، كما قال النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولفظ الآباء يتناول، ولفظ الأبناء عفوا يتناول أبناء الأولاد وإن سفن، يتناول أبناء الأولاد وإن سفن. قال ولا يشترط في التحريم دخول الفرع والأصل بالزوجة كما ذكرنا هذا في بداية الدرس، فبمجرد عقد الفرع على المرأة تحرم هذه المرأة على أصله، وكذلك بمجرد عقد الأصل على المرأة تحرم على الفرع. فإذا الرجل بمجرد ما عقد على البنت حرمت هذه البنت على أصوله وفروعه، أما هي بالعقد عليها يحرم عليه أصولها ولا يحرم عليه فروعها، فإن دخل بها أو لمسها بشهوة حرم عليه فروعها كما بالمس بالشهوة والوطء كما حرم عليه أصولها بالعقد. صار الكلام إن شاء الله واضح. قال ولا يشترط في التحريم دخول الفرع والأصل بالزوجة لإطلاق النص لقول تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال ولا تنكحوا ما نكح، ما تزوج، يعني ما عقد النكاح، هنا المراد به العقد، ولكن محل الإطلاق إذا كان العقد صحيحا، ذكرنا هذا أكثر من مرة، فلو فاسدا، لو كان العقد فاسدا لم يثبت التحريم إلا بالدخول أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة. فالذي علم مما تقدم أن الزوجة تحرم على أصول الزوج وعلى فروعه، ويحرم على الزوج أصول الزوجة وفروعها فقط، ويحرم على الزوج أصول الزوجة وفروعها فقط وفروعها، ويحرم على الزوج أن الزوجة تحرم أن الزوجة تحرم على أصول الزوج وفروعه بمجرد العقد، يعني ويحرم على الزوج أصول الزوجة وفروعها فقط، وأما فروع الزوجة وأصولها، وأما فروع الزوجة وأصولها فلا تحرم على أصول الزوج وفروعه. تمام؟ يعني أنا مثلا تزوجت امرأة ودخلت بها، جاء أبي أراد أن يتزوج ابنتها، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. إذن وأما فروع الزوجة، جاء أبي وأراد أن يتزوج أم زوجتي، لا مانع من ذلك. فإذا التحريم متعلق بالزوج والزوجة، الزوج يحرم عليه أصول وفروع زوجته فقط هو، والزوجة يحرم عليها أصول وفروع الزوج، أصول وفروع الزوج. هنا فلو جاءت مثلا أم هذه الزوجة، أراد أبي أن يتزوج كما قلت أم زوجتي، لا مانع من ذلك. وأما فروع الزوجة وأصولها فلا تحرم على أصول الزوج وفروعه، فيجوز أن يتزوج رجل امرأة وابنه أو أبوه، أمها، يتزوج أمها أو ابنتها من غيره. واضح الكلام إن شاء الله.